وللحديث عن استمرار الصراع على واردات نفط العراق بين الحكومتين في بغداد واربيل ينضم الينا عبر سكايب من اوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. دكتور سناء مرحبا بكم. يعني كما تعرفون مضي السلطات في اربيل بتاسيس شركتين كبيرتين وذلك من اجل انتاج وتسويق النفط والغاز، خاصه في ظل وجود قضايا خلافيه متعدده بين الفريقين بين حكومه بغداد وحكومه اربيل، ولكن ما الذي نفهمه من ذلك دكتور؟ بالبدايه طبعا السلام عليكم، عليكم وتحياتي لكم جميعا والى جميع مشاهدي قناه الرافدين الفضائيه. اهلا بك سيدي. الذي نفهمه من ذلك انه تاسيس هذه الشركتين، الاولى كروك والتي هي تقوم بمهام استخراج النفط واستكشافه، والثانية كومو التي تقوم بمهام تسويق النفط. نعم. هنا سوف يحصل لدينا مركزين إداريين لإدارة النفط العراقي، الأول في كردستان والثاني في بغداد، في حين من ناحية قانونية ونظرية يجب أن يكون مركز واحد. نفهم ذلك أنه سوف تقام مشاكل وسوف تبدد ثروات العراق، والمتضرر بالدرجة الأولى هو الشعب العراقي. نعم. من الناحية القانونية يعني يجب أن تكون أن يكون المركز هو واحد، ولكن دكتور لماذا ترفض أربيل الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وتسليم واردات نفط الشمال إلى الحكومة في بغداد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها كردستان؟ لماذا هذا الرفض دكتور؟ الرفض انه هو طبعا يعني مساله مصلحه ذاتيه. نعم. ومصلحه حكومه كردستان بالدرجه الاولى انه تريد طبعا ان تعرف. طبعا هذا السؤال انا اقول لك مو اللي توجه لهم انتم، لان انا انسان يعني خبير اقتصادي واتقصى الاخبار، لكن انا بالراي يعني من ناحيه قانونيه يجب ان يكون هناك مركز واحد لاداره النفط العراقي، سواء كان في كردستان او في الجنوب او في أو في الوسط. بعدين عندنا يعني مع الأسف لحد الآن أنه قانون النفط والغاز المفروض أن يصدر في 2007 لحد الآن لم يصدر، فقامت حكومة كردستان بإصدار قانون النفط والغاز الخاص بكردستان من قبلها في نفس السنة 2007، لذلك صار عندنا هذا هو الانقسام. شايف كيف؟ نعم. الانقسام بسبب ماذا؟ بسبب أنه اختلاف المصالح، هذه بالدرجة الأولى. لهم يأخذوا مصلحة الشعب العراقي سواء كان في كردستان او في العراق بشكل عام، لم نتوصل الى نتيجه تفيد الشعب العراقي. دكتور وجود مركزين. نعم. وجود مركزين. مركزين هو هل خطأ هذا المركزين. هل تخشون في ذلك من الفساد وغياب الشفافيه بتوزيع اموال النفط وغياب ابواب انفاقها الفائض المالي مع الارتفاع باسعار النفط عالميا؟ هل تخشون من الفساد بوجود مركزين؟ نعم. هو حتى لو يكون مركز واحد راح يكون هناك فساد اذا لم تكن هناك مراقبه قويه من قبل مثل ما اقول لك الهيئات المختصه، من قبل وزاره النفط، من قبل البرلمان العراقي، من قبل الهيئه اللجنه الماليه في البرلمان العراقي. يعني هناك مسائل كثيره لمراقبه وشف ما يجري في قطاع النفط العراقي، والذي هو الحجر الاساس في تنميه اقتصاد الوطن العراقي، بسبب انه الاقتصاد النفطي يمول 95% من موازنه العراق. نعم تفضل. دكتور يفترض ان يستفيد العراقيون من هذه الثروات، خاصه ان اكثر من 35% من العراقيين هم تحت خط الفقر. هذا الصراع الدائر بين بغداد واربيل هل سينعكس على المواطن العراقي البسيط دكتور برايكم؟ بدون شك سوف ينعكس، وانعكس سابقا ولا زال ينعكس بمرور السنوات. لم نتوصل الى حل، لذلك تشوف انه الاضرابات موجوده سواء كانت في كردستان العراق او حتى في الوسط والجنوب ومدن مختلفه من العراق، بسبب مثلا عدم تعيين الخريجين، بسبب تعيين العاطلين، بسبب ازمه الكهرباء، ازمه القمح، ازمه المياه والمجرى، هذه كلها تنطلي بسبب انه ضعف قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، الصناعة والزراعة والبنى التحتية مدمرة، هذه كلها المفروض انه احنا نعطيها أهمية حينما نناقش مسألة عوائد النفط بالعراق. يعني يجب ان نضع امام اعيننا مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الاقتصاد الوطني العراقي، وليس فقط مصلحة كردستان او مصلحة بغداد او البصرة او الناصرية. اذا ناقشنا مصطلح من يتحمل المسؤولية دكتور سناء،
هل تعتقد أن السلطات في بغداد تتحمل المسؤولية الكاملة عن قرار أربيل بالتوجه للاستقلالية بالاستثمار النفطي، أم أن الاثنين يتحملون المسؤولية؟ يعني بغداد وأربيل يتحملون المسؤولية، لأن كما قلت يجب أن نضع أمام عيوننا مصلحة الشعب العراقي، والتي هي في من دهوك إلى البصرة، شايف كيف؟ من زاخو إلى حد الكويت كما كنا نقول سابقا. يجب أن نضع أمامنا مصلحة الشعب العراقي، سواء كان في كردستان العراق أو في جنوب أو في وسط العراق أو في غرب العراق والمجرى. نعم. طيب دكتور، في حال رفضت بغداد هذا الإجراء، هل ستكون أربيل تحت ما يعرف بالقوانين الدولية، قانون أنها تصدر النفط بعيدا عن المركز؟ هل تتحمل المسؤولية القانونية برأيكم؟ بدون شك من ناحية قانون تتحمل، لكن عندنا أمثلة سابقا في سنوات سابقة كانت كردستان تصدر عن طريق جسم الصهاريج إلى تركيا، ومن تركيا تصدرها إلى دول مختلفة بالعالم. من ناحية قانونية نعم، لكن التلاعب وعدم الانصياع للقانون الدولي فهذا طبعا راح يولد طبعا مشاكل بين المركز وبين كردستان. طيب دكتور، برأيكم ما هو الحل لإنهاء هذه المشكلة؟ الحل التوصل إلى اتفاق بين كردستان والحكومة المركزية، الحكومة الاتحادية. بدون هذا التوصل سوف تستمر، ونحن نرى أنه من 2007 لحد الآن المشكلة قائمة، لأنه لم تحدد بالدستور. نرجع مرة ثانية أنه الدستور توجد فيه قنابل موقوتة لم تحل معظم المشاكل. أخذ مادة 140 بخصوص كركوك. نعم. لم تحل لحد الآن المناطق المتنازع عليها. نعم. كذلك كركوك بها من مركز النفط. عبر سكايب من أوسلو الخبيرة الاقتصادية العراقية الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.